لأن تفهم الإصلاح بخير ثقافة الإصلاح والتغيير التي تعتمد أول ما تعتمد عليه والإيمان بأن التاريخ سيمر من التحولات تقوم أساسا على التوافق القوى الحية للمجتمع. ونحن في حزب الأصالة والمعصرة بمعية كل الديمقراطيين الإصلاحيين مطالبين بالتشبث بالرؤية الجدلية للواقع المغربي التي لا تتكلم عنها صاحب الجلالة الكتيب الخضري الثانية عندما يقف على الإنجازات الكبرى للمملكة على طريق التنمية والتقدم، وفي نفس الآن وفي نفس الحال الآن يقدم انتقادات حكيمة للأداء السياسي والاقتصادي والمؤسسات للنخبة المغربية، وعندما يبرز بكل جرأة ووضوح الاختلالات والنواقص التي لا زال تعتري الواقع المغربي. إن واقعنا الراهن للمجتمع المغربي بالقدر الذي تحقق فيه العديد من الانجازات الهامه والتاريخيه، بالقدر الذي نحن مطالبون بان نتحمل اكثر ما يمكن من الطموح الديمقراطي لنساهم بالافكار والتصورات والبرامج القادره على التغلب على الصعاب التي تواجهها التنميه الوطنيه في عالم لا يتوقع عن مفاجاه لدى التحولات والاكرامات الجديده. لهذا على حزبنا ان يكون دائما خليه نشطه بالتفكير والنقاش العلمي لقضايا التنمية والديمقراطية حتى يساهم في تقديم الحلول المناسبة لتاريخ المجتمع المغربي. فحزبنا اليوم قطع شواطا كبيرة على مسار بنائه كحزب ديمقراطي عصري قادر على خوض غمار التحديات سواء داخل المؤسسات الدستورية أو داخل المجال العمومي والمدني. فالحزب يتمتع اليوم بإصلاحات هامة وبتراكمات جد قوية حققناها أو لنقل أضفناها خلال الأربع سنوات الأخيرة رغم إكراه سنتين من الجائحة التي عطلت عملنا ولقاءاتنا واشتغال مؤسسات الحزب. ورغم ذلك حققنا جماعيا قفزة إصلاح إداري هامة رغم كلفتها المالية الضائعة بعدما نقلنا كلفة عقود كراء جميع المقرات باسم الحزب وسوينا الوضع الاجتماعي للمستخدمين الإداريين داخل الحزب واختلاف عقارات باسم الحزب وعززنا بالنجوم الى كفاءات وطاقة شابة من الحزب أبانت على قدرة عالية في التدبير والتنظيم واقتراح البرامج والدراسات والأبحاث في كل المراحل التي عاشها الحزب الذي ظل حاضرا بمواقفه الدائمة من كل القضايا. وربما حزبنا الحزب الوحيد الأكثر حضورا في الساحة من خلال الساحة من خلال مواقف عديدة الناتجة عن كثرة وانتظامية اجتماعات ومؤسساته لا سيما مكتبه السياسي ومجلسه الوطني، كما أن الانتشار الجغرافي والسياسي في كل أنحاء ومناطق المملكة وتمثيليته المتشطرة داخل مختلف الطبقات وفئات المجتمع وداخل كل المؤسسات المحلية والترابية والوطنية وغناه بتنوع طاقاته من الشباب والنساء والمثقفين الذين اثبتوا جدارتهم في تدبير كل المسؤوليات التي قبلت لهم زادت من قوة ومكانة الحزب في الساحة السياسية. وشكلنا الوثائق الأدبية التي قدمت لمؤتمرنا هذا في مختلف المجالات سوف يكون لها إضافة قيمة فكريا وسياسيا وسوف تغني النقاش الوطني حول مختلف التحديات الخارجية والقضايا الداخلية المطروحة راهنا. نقول بكل موضوعية إننا نجحنا جميعا في تحقيق أشياء كثيرة وربما أخفقنا أو لم يسعفنا الوقت لبلوغ أخرى. نجحنا في بناء تنظيم نسائي ديمقراطي قوي لحزبنا جاء نتيجة سنتين من المخاطر والتواصل داخل أغلبية جهات المملكة واقتربنا من خط نهاية وضع اللمسات الأخيرة على مسألة شباب الحزب والمنتخبين لولا مداهمة عامة وضغط عقد المؤتمرات الجهوية وفي نفس الوقت التحضير لمؤتمرنا هذا كي يعتبر في وقته المعلن. لذلك فإننا نقول لمن يريد انتقادنا وهو حق لكل المناضلين بل هو حق لكل المغاربه ان عليهم ان ينطلقوا بهدوء من ادبياتنا التي تضم تحليلاتنا وتصوراتنا ومواقفنا ليطلعوا على ما انجزه مناضلاتنا ومناضلون لفائده المنتخبين في القرى والمسؤوليه والكبرى وفي أهم جهات المملكة وداخل قبة البرلمان والمجلسين وفي الحكومة. فالنقد الديمقراطي البناء هو النقد الذي يشغل العقل
إلى علاقتي مع الواقع وليس النقد الذي يبقى حديث الذاكرة ولا سيما من ذاكرة المنفصلة الضيقة. إن انعقاد المؤتمر الخامس أيها الأخواتي، إن انعقاد المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة هو بمثابة عرس ديمقراطي لكل أنصار التحديث والتقدم ببلادنا، وهو نتيجة نجاح جماعي لكل القاميين والقاميات على ضرب تطوير وفكرة حزبنا للمساهمة إلى جانب كل الديمقراطيين المغرب في تنمية حياة سياسية ومؤسساتية تمنح للمواطنة المغربية كل حدود الرقي والحدود الرقي والإزدهار. واسمحوا لي في هذه اللحظة الهامة أن أدعو بالشكر والتقدير لجميع مناضلاتنا والمناضلين الذين اشتغلنا جميعا من أجل هذا الحزب من أجل الفكرة والمشروع. لقد كانت لحظات جميلة في العمل المشترك معهم، وكان لي شرف تقدم الأمانة العامة لهذا المشروع السياسي العتيد للعمل المشترك مع المناضلات والمناضلين الرائدين. تعاملوا معي بمستوى أخلاقي عالي وهذا يزيد فخري. وشكرا لكم ولا كل جميعا. أتوجه إلى وزيرات ووزراء الحزب المحترمين والمحترمات، إلى رفيقاتي ورفاقي داخل المكتب السياسي بعظيم الشكر والامتنان على كل اللحظات السياسية الجميلة التي قضيناها داخل المكتب السياسي باختلافاتها الحادة وبتوافقاتها. اختلفنا كثيرا لكن لم يثبت أن زغنا عن القرار الحزبي. تحملتموني وشكرا لكم. فشكرا لكم على مواقفكم ومبادئكم وعلى الجمع الرائع قدمناه في المرحلة السابقة. واسمحوا لي بنفس المناسبة أن أتوجه كذلك وبنفس روح التقديم والشكر والعفاف للطاقم الإداري والإعلامي للحزب وكل ما قاموا به من الأدوار الأساسية على كل ما حققناه جماعيا بفضل تضحياتهم الكبيرة وعملهم المسؤول. وشكرا لكم جميعا. لقد تحملتم معي كل ما سمعناه من اتهامات وشدائد وهجمات إعلامية ظالمة مأجورة تحوم حولها رائحة الارتزاق والابتزاز تنهش في جسم الحزب ومناضليه، فقط لأننا ندافع عن فكرة وعن مشروع. وإذا كان كل هذا من أجل مغرب ديمقراطي حداثي فإننا مستعدين لتحمله بكل أريحية وصبر وعناد. فإذا كان هذا هو الثمن فليكن وكان بها، لأن مشروع مستقبل هذه الأمة أغلى وأكبر من خروج الأقزام ولبن وجحود بعض من إخوة الأمس. إن انعقاد مؤتمرنا الوطني الخامس اليوم هو دليل قاطع على نجاحنا جميعا كمناضلات ومناضلين في مختلف المواقع والجهات في بناء حزب وطني ديمقراطي حداثي موحد ومسؤول أمام تاريخ وطني وقادم على المساهمة الفعالة والبناءة في تشييد تجربة المغربية المتميزة في التحضر والتنمية. فعلى عكس اعتقد البعض في الأمس القريب وحلم به البعض الآخر اليوم، ها نحن اليوم صوت واحد ويد واحدة ماضون جميعا في اتجاه واحد نقول للتاريخ كلمتنا. لقد قوتنا الخلافات وأغنانا التنوع وأذكى فينا النقاش، نباهة العمل الجماعي وأهمية تكامل الجهود لنصبح كحزب في وحدة تتصاعد قوتها من فروع الحزب إلى هيئاته الإقليمية والجهية لتصب في قيادة حزبية وطنية عمادها وحدة الموقف والثبات لخدمة الوطن. مؤتمر اليوم هو نجاح جماعي لنا في ترسيخ ثقافة التوافق داخل الحياة الحزبية ونجاح في نشر قيم الحوار والتشاور والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر لتكون قراراتنا دائما جماعية. فرغم مشاركتنا في الحكومة ومع فضل المرحلة من التطورات العديدة وأحداث متتالية ظلت وحدة الحزب قوية وديمقراطيته الداخلية في صحة جيدة.
عن الضربات والافتراءات ومناضلاته ومناضلوه فخورين بحزبهم وبقيادته وبممثليهم داخل المؤسسات الدستورية والسياسية، فخورين بمسؤولية وتفاني وزراء حزب العمل وبانسجام وتضامن داخل الحكومة، فخورين ببرلمانيهم برلماني الحزب المجسدين بوفاء بمنطاق الأغلبية في مرافعتهم واشتغالهم وحضورهم داخل مختلف هيئات ومؤسسات البرلمان. ذلك فأنا على يقين تام بأن حزبنا سيخرج من هذه المحطة أكثر قوة كما يحصل بعد كل الأزمات التي نمر منها والتي تعطيه قوة لأنه محصن ومستمد لمناعته سليمة من مبادئه التأسيسية التي ستظل أكبر واقع من التعثرات وحتى الصدمات. أيها الأخوة والأخوات، لم نكن نقيم هذا العصر النضال اليوم ونلتقي في رحاب المؤتمر الأول والخامس كتعبير عن شاحنة طيلة مرحلة ممتدة لنقطة الرقابة إلى اليوم، لولا تمتعنا بثلاث حصان نبيلة وأصيلة وأساسية في كل نضال سياسي ديمقراطي المتمثلة في كم أضمنا دائما أصيلين وحقيقيين جديين وصادقين عادلين وديمقراطيين. نجحنا في التجربة الديمقراطية لأننا كنا مصمدا أولا حقيقيين بالعلاقة مع المحضة التاريخية الموضوعية التي يربطنا مجتمعنا وضرورة المقتضيات السياسية وتحللنا بالموضوعية التي تغني علينا الإصغاء لنبض مجتمعنا والامتثال للقضايا الأساسية، مبتعدين عن خطاب النخبوية التي تسجل السياسة في مفهوميات تخيلية تبني على الواقع رغباتها الذاتية عوض أن تمتثل لمعطياته وتناقضاته الخاصة. وثانيا نجحنا في تجربة الديمقراطية لأننا كنا جديين وصادقين في ممارسة قناعاتنا الفكرية والأخلاقية تنظيما وسياسة، كنا وسنظل منسجمين مع القناعات الديمقراطية والوطنية التي نحملها، فسواء في الأمس عندما كنا في المعارضة أو اليوم داخل الحكومة فإن موقفنا وممارستنا داخل المؤسسات وفي أوساط المجتمع كانت دائما تعبر عن قناعاتنا الفكرية المؤمنة بالوطنية هدفا وبالديمقراطية تنظيما ولهجا. كنا جديين وصادقين في مواقفنا مع حلفائنا وحتى في خصومتنا مع الفاعلين السياسيين الآخرين، بل كنا جديين صادقين حتى في الاعتراف بأخطائنا والعمل على تصحيحها. ونجحنا في تجربة الديمقراطية في بناء مكانة محترمة لحزبنا داخل المجال السياسي الوطني، لأننا كاننا كنا ديمقراطيين عادلين وفي العلاقة مع قضايا مجتمعنا وقيمنا الدينية والمدنية وخصوصياته التاريخية، فرغم أننا حزب أصالة في دلالاتها التاريخية والدينية فلم ندعي يوما أنها لنا وحدنا فالدين للجميع ولا